كفاية بقى ونركز في شغلنا شوية؟ حياتي بليز تركني شوية. ايه؟ انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما هيختصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجة هنا. ايوه يا جماله في الاصفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد عليك لاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لي عايز ايه؟ شريط اصالك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج. بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب، زوايف. برافو صابر. بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم، عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عاد؟ واحد. واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا؟ ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنساويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو. هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يلا بلاش همبكر. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. عرستها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيلين. على جريالة. الله، في ايه؟ انت تترقعني في الكلام يا عم؟ لا هرقع لك ولا تسرفلي. شيل ده من ده يرتاح ده عندك، وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيشة الراجل بتاعنا برضو، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملايين. وعد. وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل، واللحظه الحقيقيه عشان لو احتجتني ده الايميل. ما انتش غريب برضه. وعد. تسمح لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص، يبقى العيب في السرير. نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري. بالبلدي كده الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنك. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. ما تاكل يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا ولا يا صابر، زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله، لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى. يا بنت والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر؟
بقيت ارض بر؟ يا لولو كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده؟ فرسان جداد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لك طبق شوربه. لا بس بقى. الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ اوعي ايدك دي. ايه هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي. ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه هشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا يا دي النيله السودا. مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه يا ست. الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي مش لازم انت سامعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ورش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطبعنا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ اه. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى فز فز يا بنت اعملي كوبايه شاي. فيلا كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح.